السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عندي بلاغ أريد أن أبثه عن طريق الفيسبوك، مواقع التواصل الاجتماعي، للرأي العام التونسي عامة ولأنصار تيار المحبة خاصة. نحب نبلغكم أنه استجابة لبيان المكتب التنفيذي للحزب الصادر أمس 3 أوت 2017، واللي أكد فيه أن أعضاء المكتب جميعا يرفضون فكرة استقالتي من رئاسة الحزب ويلحون علي للتراجع عنها ويوصون المجلس الوطني للحزب برفضها. واستجابة لنصائح وتعليقات ومطالب كثير من الإخوة والأخوات مناصري الحزب في فيسبوك، وبرشة وانسة عادي نشكرهم كذلك في صفحتي في فيسبوك اللي طلبوا مني أني من ننسحبش من النشاط الحزبي. أنا ما كنتش ناوي ننسحب من النشاط السياسي وخدمة تونس، كنت أريد نخدم فقط يعني من موقع آخر، من موقع مستقل أو من موقع إعلامي، بعد ما كذلك أعلنت أنني لم أعد أرغب في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة. العمل الحزبي كذلك فيه برشا مسؤوليات وفيه ثقل وفيه يعني فيه تعب ومشقة مش سهل. والحقيقة يعني أنه ملاحظ أنا بخلاف برشا سياسيين أخرين في تونس، هناك يعني حملة دائما منظمة نحسها في الفيسبوك وفي وسائل الإعلام لاستهدافي أنا شخصيا وتشويهي وتشويه صورتي عند الرأي العام. وأيضا هناك مشكلة في تونس، الناس كل يقول لك السياسيين كلهم طماعين وكلهم يحبوا مصلحة الخاصة، كلهم مش في السياسة باش يحققوا مصلحة شخصية. فأنا تعبت من محاولة إقناع التوانسة أنني نحب نخدمهم لوجه الله تعالى، نحب نخدم لأنه واجبي، لأنه أهلي وناسي، وأني رأي الحمد لله لبس عليا مرتاح، منيش داخل السياسة طمعا لا في مال لا في منصب ولا في جاه ولا في شهرة. تعبت كل ما نمشي البلاصة يقولوا لي ما عندكش حاجة، عارفك أنت جايين هنا لأنك ثم انتخابات، سيدي ما ثمش انتخابات، جاي لأن عندك مصلحة. يا ودي والله ما عندي فيكم حتى مصلحة، فقط واجب أن أنتم أهلي وناسي وأنا نحب نخدمكم. الحكاية دي صعيبة وجارحة ومهينة مرات لما تمشي تحكي مع الناس وتضحي بوقتك وكل شيء باش تحاول تعاون وتحل مشاكل البلاد، وهما يقول لك والله كلكم ما تصلحوش وكلكم ما فيكم حتى فايدة. على كل حال في الأخر قبلت أراء ونصايح الناس اللي كلموني، وباش نعتبر هذاك جزء من المشقة، جزء من التضحية. وكما قالوا لي برشا من الناس، يعني ثم ناس برشا خير مني، أنبياء لله ورسله، أنبياء معناها مكرمين وتحملوا برشا أذى وتعب وزعماء وطنيين برشا من معناها من في بلدان مختلفة، فقالوا لي تحب تصلح البلاد تحمل، اعتبر هذا جزء من الأذى، جزء من التضحية، أنك تتحمل الشتائم والانتقادات والتشكيك في النوايا. ولذلك بناء على كل ما تقدم قررت أن نتراجع عن استقالتي من رئاسة حزب تيار المحبة، وسأسعى بحول الله لإتمام عهدتي القانونية اللي هي من المؤتمر اللي فات، يعني 5 سنوات إن شاء الله. بناء عليه أنا أريد أن أقول للمكتب التنفيذي أنه لدى أيضا لطرح استقالتي على المجلس الوطني للحزب، ونقول لأنصار الحزب أن إن شاء الله سأواصل معهم العمل من أجل رسالتنا اللي هي رسالة بناء الدولة العادلة في تونس. لكن أريد أن أكلف المكتب التنفيذي للحزب أمام المواطنين كلهم، أمام التوانسة، أمام الرأي العام التونسي، بحاجتين اثنين. الحاجة الأولى، نحب المكتب التنفيذي يقوم بكل ما يلزم لتنفيذ التوصيات اللي عملتها اللجنة المركزية للحزب في اجتماعها السابق في موضوع معناها تطوير وتجويد الهيكل التنظيمي للحزب، وأن يتم التعويل على الناس المتطوعين، وأن يتم التعويل على الناس اللي عندهم غرام بخدمة تونس ببرنامج تيار المحبة، مش الناس اللي تنظر الحكاية على أنها مجرد صفقة تجارية ومصلحة شخصية بحتة. والحاجة الثانية، أريد من قيادة الحزب كذلك المكتب التنفيذي الأخ حسن الحناشي الأمين العام وكل الفريق القيادي اللي معاه، أريد أنه في الفترة الجاية هذه، معناها نهاية 2017 وعام 2018 بحول الله تعالى، أريد أن يتم التركيز على إعداد وصياغة 8 أوراق عمل أساسية نتقدم بها للرأي العام، نعطوها للحكومة، نعطوها للبرلمان،
ونعطوها للرأي العام التونسي وللشعب التونسي. الأوراق هذه عناوينها: الورقة الأولى أهم الحلول الواقعية الممكنة لتحريك عجلة التنمية ووقف تدهور الاقتصاد التونسي. الورقة الثانية كيفية التعامل مع معضلة البطالة في تونس. الورقة الثالثة كم هي بالضبط تكلفة تطبيق نظام منحة البطالة والتغطية الصحية المجانية للتوانسة المحرومين منها. الورقة الرابعة إصلاح القطاع الصحي لتونس، كيف وبكم، كيف يتم وكم يكلف. خامسا إصلاح التعليم بأي معنى وبأي أولويات وبأي تكلفة. سادسا ورقة في آليات تأميم الثروات الوطنية. سابعا ورقة في آليات الإصلاح الجبائي في تونس. وثامنا ورقة في آليات محاربة الفساد في تونس. أخي حسان الأمين العام لحزب التيار المحبة، يا قيادات حزب التيار المحبة، هذا تكليفي لكم أمام الرأي العام التونسي. إحنا مهمتنا أن مش ضروري ننافس على الحكم، لكن خلونا ننفع بلادنا وننفع الطبقة السياسية ونطور الخطاب السياسي من خلال تقديم حلول واقعية للقضايا الرئيسية التي تشكو منها بلادنا، بحيث يكون حزبنا حقيقة في خدمة الوطن وفي خدمة الشعب بكل ما للكلمة من معنى. أرجوكم طوعوني ونفذوا هالتعليمات هذه، وبحول الله سترون فائدتها لتونس ككل وللشعب التونسي كله. على بركة الله نعمل مع بعضنا ونواصلوا خدمة بلادنا، وإن شاء الله ربي يوفقنا ويعاوننا ويسر كل ما هو صعيب قدامنا ويجعل كل ما نعمله مقبولا ومرضيا عنه منه سبحانه وتعالى، ويرفع به أقدارنا في الدنيا ويثقل به ميزان حسناتنا في الآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.